مقدم. هو هاي هنا اللي انا يعني بصراحه هسه ما وقع عندك شيء راح نوصله. هواي هواي استوقفني حتى نقرا قصيده لا ياخذنا الوقت. اي يا اخي حيره، ممكن اذكر شاعر متوفي من البصره؟ متوفي لا، بس انا كان في ودي اذكر فاضل عبد الستاذ. الف رحمه على روحه استاذ فاضل، ولكن الاحياء يوسف حسن. يوسف حسن ايه؟ تحياتنا للشاعر يوسف حسن. اكيد يوسف حسن. يوسف حسن من يا من يا من يا باب من باب شاعريته لو اي انا كل التقييمات اللي على الشاعريه خلته يعني يعني اخوه هو يعني مثلا بكتيبه الدفاع اخوه مو كاظله سلاح ويرمي، لا كاظله قلم ويكتب ايه. تمام. فعلى الـ 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 يوسف حسن اي يعني هنا مشاكسه قيس الشعريه انا اعشقها. يعني هو الرجل يمتلك حس يعني عنده فراسه شعريه عاليه، يعني انا احبها. حتى انه انا قلت له انت نرجسي الى درجه ذكرت اسمك بهواي من قصائد. اي هو هسه كيف القصائد روايه انا من المالشيه ايش كثر وسط قيس. الجنود الجنود ميثم وفي ميثم وفي المبدع البصره بصره طبعا. تحياتي لابو عباس حيدر. انا اسف يعني خطي عادي عادي عادي. العيداني ابو علاوي تحياتي لحيدور تحياتي له اكيد. بعد ميثم وحيدر سيف الحلفي النورس الف تحية تحية حب واحترام وتقدير لكل هذه الأسماء اللي ذكرتها وتحية لك يا علي.